خلوني أرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد حمزة، المحاضر المتخصص في جرائم أمن المعلومات والأمن السيبراني والتحولات الرقمية، أيضا هو مستشار لمكافحة جرائم الفضاء السيبراني بأكاديمية AIS. أهلا بيك أولا. أهلا بيك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. هبدأ الأول بالقصة اللي ممكن يكون بيتعرض لها عدد كبير جدا من الناس عندنا هنا في مصر. تمام. صفحة على الفيسبوك تخش تبص تلاقيه يقول لك إيه، قرضك بأسهل طريقة ممكنة خلال 24 ساعة تستلم، وسايب رقم تروح مكلمه، أنا كنت محتاج 100,000. يقول لك وماله 100,000؟ بس هترجعهم 120. تقول له في قد إيه؟ تقول لك 5 سنين. يا جماعة ده كده الفايدة 4 ولا 5%. أيوة حاضر، أنا عايز أخد القرض، حط لي بقى إيه 700 جنيه في الوالت بتاعتي اللي على التليفون عشان أبدأ أعمل لك الإجراءات، وبعت لي صورة البطاقة. خد ال 700 جنيه يفص ملح وداب. صحيح. إيه؟ هي فكرة إن هو قيمة المبلغ اللي هو بيطلبه متدني جدا، ولكن بالنسبة له هو العدد الكبير اللي بيخش على التليفون علشان يتصل بيه، سواء كان هو في حاجة إلى هذه الأموال أو هو بيستغل فكرة ضعف الهوى أو النفس في إن هو عايز يحصل على أكبر ربح في أسرع وقت ممكن، فبيستغل النقطة دي فيه ويلم أكبر عدد ممكن من المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعي، وال 700 جنيه دي بتعمل معاه ب 700 مليون ولا طبعا. لأن أعداد كبيرة جدا. لكن المجرم ده او اللي بيخش عشان يتكلم في النقطه دي تحديدا بيكون ذكي جدا، لانه بيستهدف فئات معينه من خلال الامور اللي هو بيفصح بيها عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، عمال على بطال، هو بيحب ايه او بيكره ايه او محتاج ايه في الوقت دوت، فبيخش يستغل النقاط اللي هو بيفصح بيها عن نفسه ويخش له من ناحيتها. عايز عربيه يخش له في قصه عربيه، عايز شقه عشان يتجوز يخش له في قصه الشقه، عايز فلوس عشان يعمل مشروع يقول له تمويل لاعداد مشروعات صغيره او متناهيه الصغر، عايز عقارات او اراضي يخش له من السكه دي. فهو مش نمطي، مش المجرم مش بيخش على كل الناس بنفس الطريقه. لا، بيبدا يصطاد زي ما حضرتك قلت كده فيشنج لكل مجموعه على حده على حسب احتياجاتها اللي هي بتفصح بيها عن نفسها. فهو يعرف منين انت محتاج ايه، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بان احنا عمالين نقول احنا محتاجين ايه طول الوقت. عليها عمال على بطال، ناس قاعدة عمالة بترغي وتقول عن نفسها معلومات. صحيح. وفي واحد قاعد مستني المعلومات دي يجمعها ويبدأ يشتغل عليها. أكيد يجمعها ويحللها ويعالجها، وبعد ما يعملها بروسيسنج ويبدأ يشوف كل واحد على حدة يعملهم مجموعات. المجموعة دي بالكامل كده محتاجة عربيات، المجموعة دي بالكامل محتاجة تعمل مشاريع، المجموعة دي بقى بالكامل طماعين ومحتاجين أي فلوس من الهوا عشان ينصبوا علينا، فأنا هبدأ أنصب عليه قبل ما هو يفكر في النصب. على النصاب. يعني هو كده كده عارف إن هو عايز ياخد الفلوس دي ويمشي، مش هيردها له اصلا ولا باقساط ولا من غير اقساط. فبيستغل فكره الطمع بتاعه ويروح مستدرجه.